طبطي انا طب لحظه لحظه مشغولين نحن عم نفتش على المبرشة. لقينا المبرشة. انا مشاهدينا صباح الخير. مارون هون فينا نعرفه من راسه. خلص يلا بسيطه هلا بنلاقيها. طبعا هيدي ما بتعجبك؟ ايه طب 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 بدي هيدا اللي هيدا اللي وصف الحكيم اليوم مارون وهيدي المبرشة وخلص عجقت عجقت هلا. اليوم عم نعمل باستا مع اللوز. مع اللوز نعم. ليه مع اللوز؟ شو بعرفني عرفت شو بدي اعمل على هوا الجمعه. بس انه اللوز كثير خفيفه نكهته. ايه خفيف بس نحن رح نشتغل هلا رح نعمل كريم داموند. كريم داموند؟ رح نعمل كريم داموند هيدي اجمالا بنعملها بالموسم يعني كمان ما تكون عندنا لوز اخضر. اوكي. رح اعمل كريم داموند. هيك كريم داموند. انت مجرب؟ انا كنت صار لي 15 يوم يعني بس هلا صرت عم كيف شو عم فنش ما خليت دوام اخذته. انت انت سخنت خبرك سخنت بين كريسماس ونيير. اي هيدي عم تعب مرون. كنت برات لبنان كان عندي ايفنت ريفيون راس سنه فيري 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 هيوج ايفنت. وصلت؟ وصلت اول يوم طرقتها سخنه. لنهار اللي فليت. لا كنت عم بشتغل عملت لايك 48 اور ستريت بدون ما نام وكنت ماشي حراره واللي بدك اياه بس بعدني طيب. الحياه مش هيك. الحياه طيب. لازم تغير 2016. لا اتس ا جود ستارت 2016 الحمد لله يعني. اتس ا جود ستارت بس بدك ترجلج. طيب لكن كريم داموند. انا رجلج طبطة هلا وخلينا بلا حكي. كريم داموند. طيب رح نعمل اول شيء الكريم داموند. بعدين رح نبلش نطبخها ونطلع البروسس كله تبع الطبخه انا وياكي. بس عم دور هون على شو عم فتش هلا؟ ما بعرف عم دور فتش على هاي الاشي. اه بالبراد انا ما قلت لي شو عم بلاقي بالبراد قصص. انت يعني فهماني علي ليش يعني. اوكي لكن اكيد بدنا نسلق الباستا. لا شو هالحكي؟ عن جد؟ ليك ولا مره انت بتطبخ الباستا بالصوص؟ بلا بس بتبخها امتى بنعملها هيك؟ هلا بنعملها في بس بنعملها لا باي حالات بنعملها؟ لا هي كثير حلوه تعمليها بتحس انه بتكسب نكهه اكثر؟ صح هي كثير حلوه تعمليها لما بتعمليها هيك بس تكوني طابخه الباستا سلقتيها كثير الدنتي. لا لا انا قصدي نسلقها ما بتزبط ما بتزبط بدك 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 ليكويد ليكويد يعني لو سلقتي بدي احط كريم والامون بالحليب مثلا بدي احط حليب بس ايه بس حليب على الغالي على الغالي على تشرب بعدين بتطلع كثير دسمه. هلا رح تشوف شو رح اعمل رح اسلق الباستا رح اعمل بني هي البني جماعه بنسلقها نحن 12 دقيقة مزبوط؟ اوكي رح احط هلا البني اسلقها 6 دقائق بس ورح ارجع كفي طبخة بقلب الصوص. اوكي هذا بيزد اون يور سجستشن هلا اوكي راضي عني لحد هلا؟ راضي نطلع اكيد رح تطلع طيبة شو عم نلعب. هلا رح نعمل كريم داموند، لعمل كريم داموند عم بدور على البول يلي مستعملها مع البلندر يس عشان هيك شفتيني عم بضرب بارضي شوي صار لي ساعة ودورت الفرن هلا عندي هون عجينة ميلفاي عندي هون عجينة ميلفاي رح اخبزها ما تسأليني ليش ولا شو بس رح نشوف شو بيطلع معنا فيها كمان لقيتيها ولا ما لقيتيها؟ لا ليش الأمور ضايعة اليوم دخلي؟ أنا كانت هون طيب جوا 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 اوكي نيفر مايند هي هون؟ ليك وينها هون طيب عليه هودي ايامات اللي بينطفوا عرفتي كيف؟ الصبايا هون بس ليتس كاونت 6 مينتس للبن نسلقها بعد ما تغلي المي 6 دقائق بس فوالا يحيي رح ناخذ هلا اللوز رح احط معهم توم واو اثنين توم رح احط معهم ستوك اوكي ورح احط معهم شوية حبق حلو اوكي فوالا بهالطريقة على البارد هيدا حلو رح اعمل هلا كريم دامون على البارد رح احط معه شوية بارميزان كمان ورح اخذ سامع شيء بو 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 ما بعرف شو ورح اعمل كمان شوية ليمون زيست هلا بحضرهم برجع بحطهم معه بعدين and then so شوي باستو it's almond pesto شو بعرف ما بعرف مش not really يعني الثوم والبارميزان الثوم والبارميزان الحبق بس انه لا حبق اكيد حطينا زيت زيتون اكيد تعطيني زيت زيتون من هونيك باي ذا واي
زيت زيتون. فوالا. فيها ولا ما فيها داخلك؟ فاضي يا طنطا فيها والله. اوكي سو هون شفتي الصوص تبع الباست رح تكون هاي الكريمه اللي عم نعملها هلا. يلي اكيد شفتي زيت الزيتون كيف عم بيعمل لها ليزون. هلا بنرجع بنعبي زيت الزيتون بعد. اعطيني الملح من حد كيس بس. رشة ملح. في وحدة من البيبر ميل ماشية، وحدة مش ماشية، جيب اللي ماشية. سو كمان مشاهدينا بنعمل ال شوي شوي بس ما تطلعوا كثير البلندر لبرا. هذه قمصة مش عارفة. فوالا، اوكي. Here you go. Perfect. هي ملعقة لندوق على شوف. حلو هالميكس. فوالا شوف بس شكله جيد. في عندك شي ملعقة؟ على هون. لندوقة بس شوف كيف طالعة. الميكس شكله مش بس جيد شكله لزج. لا ما بدنا شوف. تيتد شو؟ تعقد بتعقد ما بدي اعمل لها شيء بقى. اي لاف ات. شو حلو لونها. يامي. ها؟ واو عن جد طيبة. اوه التوميت عظيمين بيكو كوي. ماشي هلا عن جد مش مزح. هلا رانيا كثير رح تنبسط فيها للطبخة انا اكيد. شو رانيا؟ مقلعين لك السنة اليوم بباستا. يامي بعرفك بتحبي الباستا. انا ستيف وين نشتي؟ دايت شو؟ ستيف وين؟ دايت مين؟ طيب هيدي العجينة شو بدنا نعمل فيها تينا؟ ما بعرف خلينا نطبخها بس مشان ما تضلها بالفرن. العجينة بالبراد هيدي فويتيه هيدي ملفعي. نعم شو فينا نعملها؟ خلص هلا بنشوف. Here you go. في شي جبنة في شي لحظة وين كاتينج بورد؟ هي هون بدي اعملها مثل كأنها ساليزون. اوكي شو يا تينا؟ حلوين هول. حلوين ايه؟ طيب شو احنا عم نسوي؟ رح اقول لك اعطيني البارميزان اتفي بليز. اعمل عليها شوية بارميزان. كنا عم نعمل سالي بدي منك البيبر كمان بيبر ميل. ميرسي. فوالا يحيى. هيك عم نعمل ساليزون بارميزون بالميلفاي. هودي على طول لما بيخلص العيد مشاهدينا بتشوفوا بالبراد في عندكم لفت اوفرز في عندكم فعلى طول فيكم تعملوا فيهم شيء. سو انا وتينا لما وصلنا قالتنا رانيا على بالها شيء بيقرش وطيب وسخن فطلعها بالبراد. يعني طلباتك اوامر مدام. شو كمان بتحبي تاكلي رانيا؟ عرفتي كيف؟ 20 دقيقة بدها بتكون جاهزة بتصير انه ما فهمت عم تقرش وطيبة وسبايسي وعليها جبنة كمان. وانا مالي انا ما فتحت تمي. لا بتعرفش لازم نحط لها شوية ليمون زيست بعد تطلع طيبة الحين. اوكي انا موافقة موافقة. لا بس لأنه كمان أنت بدك عليها تاتش هنت أوف ليمون. هنت أوف هيك عرفتي كيف تينا؟ هول كلهم أنا قلتهم. وانت ما فتحتي تمك يا حرام يعني اولها يوم انجح لحقت سلم على الشيف. طيب هلا شو؟ هلا خليني
نشيل هدول سرعنا وعملنا ونقلع الطبخه. خلينا نجيب هذه الطنجره. عندنا تيستينج دايركت شباب ولا كيف؟ لا في واتس اون ام تي في قبل. اي اوكي طيب يلا عظيم. خليني بس اعمل شغله سكين بليز. هيدي خلاص بردها على البراد. هيدي خلاص رديها على البراد. ميرسي كلك ذوق. فلا هذا زيت الزيتون. نقدر نشغل الباستا بشكل جيد متناغم وجميل. رح اخذ هذا حص الثوم حطه هون. اوكي بلشت تحبها لهالوصفه. بس هلا البني برايك تينا على النار؟ انا بقول هلا شي اربع دقائق. اربع دقائق طيب هلا بنشوف. يلا على كل حال بعد بدها خليني انا عم تمشي هيدي هون. حبق سو حبق ثوم مع زيت الزيتون. ثوم زيت زيتون. البازيلا شو بدها تعمل؟ البازيلا بدي احطها بعد. في عندنا شغله ما عملت فيها شيء انا اللي هي الدجاج. شفت الدجاج انا؟ اه برافو عليكي. هذا الدجاج. هلا مشاهدينا رح ظبط الدجاج لانه الباستا كمان بالصوص فيها دجاج مع الالمند. رح تشوفوا كيف رح اطبخ الدجاج. عشان هيك شفتوني حطيت ثوم هلا، حطيت زيت زيتون. رح اصل الدجاجات. رح ضب اكيد كل شيء ما بدي اياه رح احطه على جنب. هيدي هون هيدي هون. هيدا الحبق والحامض هودي هون رح خليهم حط بعضهم. الدجاج شو رح اعمل فيهم؟ رح هاي الحامضه هيدي هون. فوالا هودي الدجاج. كيف مقطع الدجاج؟ رح اقطعه سترايبس هيك. اوكي حلو. فوالا. اوه عم بشوشته هونيك. ايه في احلى من تشوشط. شو في التومات هونيك بس؟ هون في توم وحبق؟ لا ما حطينا حبق. لا ما حطينا حبق بعد. رح احط الدجاجات كلهم. حصن هيك كمان زيت الشي. بس فيك تحركي لي على الثوم شوي تينا بليز. شيلهم او خليهم؟ نو نو خليهم خليهم اتكي. فوالا هيدي يمكن هلا رح ارجع قوي النار شوي بكفي عليها وارجع احط الدجاج مع الثوم بهذا الشكل. فوالا هدي هون. شوف الملح على الاكيد. وابش اوكي. هلا هون بنحضر لصفي الباستا. هلا حلي شوي من جو دو كويسون تبعها. اوكي سو ما بنكب ميتها ابدا. رح احلي شوي منها مش كلها. هلا الدجاجات عم ينطبخوا رح احط عليهم الحبق والحامض. برشا الحامض يامي. اوكي هيدا حتى هون هيدي كلها رح اشيلها. الدجاجات رح احطهم هون. اه بدك تشيلهم؟ ايه لانه اذا بتخلي الدجاج كل الوقت رح يصيروا اوفر كوكت. اه بالضبط. طيبين بس رح ياخذوا طعمه؟ ايه اكيد. هلا بتشوفي. فوالا لانه رح ارجع انزلهم بالميكويسون تبع الوقت انا عم بطبخ رح ارجع انزلهم اكيد. هون فيهم ما يكونوا استوى على الاخر؟ هودي هولا هن اذا بدك استووا. اه اوكي براكتيكلي استووا. اكيد البني بعد ما استويت سو رح شيلها
صفيهم مشاهدينا يحيي. رح خلي الجو دو كويسون تبعها بني رح حطها هون. هاخد شوية من الجو دو كويسون وحطهم مشان نشيل كل الريزيديو اللي بالكعب من الطنجرة. كل بني بحط عليها شوية زيت حتى ما تلزق على بعضها مثل العادة. هيدي هون. وهلا باخد الكريم داموند وبسقطها. كريم داموند العظيمة. وبسقطها هون. لكن بنذكر مارون كيف عملنا الكريم داموند. حطينا لوز. كريم داموند حطينا لوز، حطينا بويون، حطينا مقشر لوز. حطينا مرقة خضرة. حطينا مرقة خضرة. حطينا حبق، حطينا توم، حطينا ملح، حطينا بهار. وبارميزان. وبارميزان 100%. اوكي هلا شو بعمل؟ هلا باخذ الباستا. هي كمان الجو دو كويسون هو مع الكريم داموند بخففها شوي. هذا اللي كنت عم تقولي انت كيف بدي الباستا تنطبخ مع ال عم تشم ريحه الاميرتوم. عم شم. رح ياخذ شوي كريم فريش عندي اياه هون رغم الجريب عم شم. والله ماني هيني. لا الوصفه ماني هيني. مش انا اللي هيني الوصفه. الوصفه ماني هيني بدي اقول. الريحه الطيبه. سو هون رح اتركها كمان شوي شوي لحالها. رح احط عليها البازيلا، بازيلا هيك كمان مهضومة البازيلا لأنه لبقى مع لون الصوص. لبقى مع اللون ولبقى مع الطعمة وهلا كمان مع الدجاج. بتطلع بتاخذ العقل يعني هيك اتس مودرن. نايس اند كريمي. مودرن فيرجن ل اوكي رح خلي هالجو دو كويسون كمان هون بهالطنجرة سخن. حل عزته هيك تو دايلوت. سو هون اللوز مارون هي مش نكهة قد ما ملمس و يعني نكهة رح تشوفي رح نحس باللوز. بتحس؟ شميتي ريحة ال خلينا نطبخها بدها وقت بعد هي لأنه اوكي رح اخذها ذوق اصلا انا هلا لشوف نحن بالبلد اللوز كمان عم بيعطي هيك ملكي شوي. شو هو؟ اللوز. ايه اللوز طبعا اللوز لما بتطحنيه ايه في عنده بيعطي هالتكستير الكريمي او الملكي او ما شو بدك تسميها يعني هيك لكن شو صار بتبغى رانيا؟ ليه عم تركض مارون؟ ليش؟ رانيا بجنن هودي الشيبس تبغولك ليك شو حلوين طلعوا اميزنج ايه؟ هي دول كان فينا نفتولهم مثلا قبل ما نحطهم هيك؟ بس هي قلت لنا رانيا ما بتحبوا نفتولهم ما بتحبوا لا لا هي بتحبهم هيك جالسين جالسين صار منهم جالسين طيب حدا ندوق لكن بس ناقص انه نزيد الدجاج ناقص نزيد الدجاج هلا رح نزيده بس تعطيني ملاعق من تحت كمان لندوقها شو فيك تدوقي بس هون شوي لدوق يعني نعم ولا لك التهذيب تفضلي دوقي مع الباستا او بلا الباستا لا بدي دوقي الباستا اهم شيء ولا بلاها بس انه مستوي باستا الدنتي بعدها صارت يعني برايي هات اشوف معك شو صار بدها ملح بدها بهار شو بدها ما بدها شيء بدها دجاجات وبدها تستوي شوي لا شو لا باستا؟ ابدا شوي لا انا لالي لا انا بفضلها شوي اوكي خلص تمام هلا ها هلا بدي اعلق الفضلات عذبني يعني تعذبك لا اذا في عذاب الشغله يلا غير المره بلا ما نتعذب يعني بكفينا عذاب تريبو رح احط شوية بعد جو دو كويسون تري بون سو السر هو بالكريم داموند وبدها بعد شغله وندوز من النكهات 100% برايي بدها شوية ليمون زيست بعد تحمل تعطيها شوية هيك هنت اوف اسيديتي اند زيستينس كيفني هيدي معي حبيت الله هنت اوف اسيديتي الله يا مارون جود هوب هير يو جو نايس شو حلو التكستشر تبعها It has an amazing texture great taste هيدي شوية بارميزان بالصحن عليها نحن تركت لكم شوي وذوقوا على جنب ذوقوا معنا يا مشاهدينا بالتيستينج بعد واتس اون ام تي في بنشوفكم بعد شوي بلشنا
بما انه كل شيء مهدى لإلي فبفكر انا الوحيد اللي لازم اعمل تيستينج. والله شو؟ والله طيب يعني ما فهمت كيف طلعت فيها. ما زال هالقد اتهمتني زور اليوم بتشوف. انا عندك صار لي ساعه بتاكلي فيهم ليكي ما في شيء ليكي هذا المكسور هون ليكي كم واحد ولو يا مارون ثلاثه كسرتهم. معقول؟ تينا احكي ضميرك. بلش تينا عندها ضمير اصلا ثلاثه ليكي بنزلي فينا اثنيناتنا شو بكي والله يعني مش معقول. طيب رح نعمل شغله ايه مارون رح يسكب لك بدك تحضري شو في بصحني. طيب هيدي كل اللي عملته هلا ثلاثة شانس بس قشطك الكاسة كلها هي حطيت هيك قشطين الصحن شوية ليمون جوس عليها شش ما تقلها للطبخة طيب ما شفته يلا هيك شكلها شو حلو كلي بارميزون إذا على بالكم بدك بارميزون قلل لي مارون أنا عندي تاروما بلحي هالك اه بس كرمال هيك مش انه ملشي بزودوش جديد على السنه الجديده هلا طب هيك هي قلي لك هنا هيدا منيح لك منيح لك لحظه بعد شوي يلا هودي شو هالكسكاكين حطكم هونيك ولا خبرينا شو شو العمليه كيف سلزون طلع مثل ما طلبت سخنين انا طلبتهم هول بس نسيت لان شو طلبت صراحه بعد ما تطلب يعني اكيد ما عم ينسى مزبوط خبرينا كيف الباستا هيك ليش واو روعه بعدني مستني زون اوكي بس تينا مكفيه مفيه طيب شكلها بشكل صراحه طيب عن جد كثير طيبه كثير طيبه ياي الحامض شو هالتريك شو هالخدعة القوية ولولو مارون مخبى علي هالسحر بالفعل طيبة والبازيلا كتير كتير لابقة بتعرفي البازيلا عطي هيك عطي تكشر سويتنس اللوز عطي شوية أميرتيوم هالمرورة الحامض عطي الأسيديتي بتشوفي كل ال في بالانس كتير قوي بال 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 بالطبخة كتير حلو قد ما يعني في بالانس خمسة بعيوني رانيا خسرت البالانس تبعها خمسة بعيوني تفضلي من عين مين يا ترى؟ عم بقول لك بعيوني ما بعرف عيون مين هلا مش مهم يعني بس انه صارت هلا بس هيك الشيف شو سريع ما بده اياني قفه ولا لقمه دغري ربنا ما طيبين كثير طيبين عن جد فريمون روعه بعدين الصوص ملمى الصوص عن جد بياخذ العقل مشاهدينا هينه كثير هينه سمبل كم مكون بالبيت اكيد بتلاقوه خفيفة كمان وخفيفة اتس جريت فور ا كويك لانش وشوي مختلفة يعني انه غير البشاميل نعرفها مش بندورة مش كريم مش بيستو مش كل هالاخبار مخلوطين لوز طيبة والله طيبة كثير روعة ثانك يو مارون بتعرفي شو؟ هيدي السليزون بس قبل ما نختم هيدي السليزون معهم If you dip it بقلبها كثير طيبة صح تتلقط الصوص 100% absolutely رح ناخذ بريك مشاهدينا من بعدها توب ستوريز